إذا سجل أنت الترموم مع الأسف مع الأسف يسعى ذلك في ركلة جزاء الرابعة للمتلقين بنيو سيبو أمام ياسين بونو سيبو ياسين لأننا ننتظر تنفيذ ركلة الجزاء عن طريق ماما يتفادى ماما سيبو المنتخب ما لعبش مزيان العناصر غاب عليهم التركيز وبالخصوص جياش اللي دي البيت كان اداء ديالو ماشي مزيان كون في رايي كون بدلو دخل بلاصتو فجر بيكون سيناريو اخر الرساله اللي بنوجه خص تكون شويه تاع الروح وشويه تاع المسؤوليه حيت حتى من الناحيه الماديه داكشي اللي تدي لينا كرة القدم راه البيجي تاعها راه شويه طالع وخصنا نكونوا قد المسؤوليه. طرح المباراه كانت جميله ولكن ما سعفناش الحظ نتمنوا المره الجايه ان شاء الله. اللعابه كانوا في المستوى والحظ هو اللي كاين وكلنا مفقسين وكنا طالعين الند. شنو اللي عطى الله؟ الصراحه المباراه هي كانت زوينه وكانوا شات الكره مزيان ولكن ضيع لينا زياش ذاك البيلانتي اللي ما كانش عليه ضيع نهائيا. كون بركه كانت غلطت المباراه واعره ولكن دوماج ما سعفناش الحظ. شكرا. هذا اللقاء كله كان في صالح المغرب ولكن الحظ ما سعفهمش الحمد لله. ما كاين ما نقولوا الدراري عطاو كل ما في جهدهم ولكن ما ساعدهمش الحظ. كانت المقابله كلها 75% كلها الكره عندهم ولكن الحظ ما ساعدهمش. هذه ضربه الحظ هكا كتكون الفرق الكبيره كاع كتخسر بهذه المقابلات بحال هكا. و